أيها السادة المشاهدين وسيدات المشاهدات، هيا بنا، هيا انظر إليه، انظر 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 إلى أين يصل. إنه يصرخ، إنه الصاروخ. انظر، الآن تزداد أرباح المتابعين، وتراها هنا تزداد تزداد وتزداد وتزداد. هنا 2584 دولار تزداد. تقول لي لماذا تصور هذا؟ لقد أمسكنا بلدغة الكوبرا قبل بضعة أيام. أمسكنا ماذا؟ أمسكنا بالمعتيك. هذه كانت لدغة الكوبرا للمعتيك، لكن أمسكونا بالضبط. هذه هي لدغة الكوبرا، اشترينا ب1.5 بالكوبرا، والآن هو 1.61 ولا زال السعر يرتفع. الآن 1.0، عفوا، هذه الاي كيو ماتيك 1.60. هناك صاروخ، انظر 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 انظر، انه يصرخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انظر للصاروخ، انظر انظر لصاروخ الماتيك، انظر 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 لصاروخ الماتيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المضحك في الأمر أنه لم ينزل على 51، منذ أن اشترينا لم ينزل على 51 أبدا. انظر 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 للصاروخ، انظر انظر، الأرباح تزداد الآن للمتابعين. إنهم يقبلون الهاتف في هذه الأثناء، هم يقبلون الهاتف. انظر 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 انظر، الأرباح تزداد، الأرباح تزداد، أرباحهم تزداد الآن. إنهم يقبلون الهاتف الآن من أصحاب الماتيك، الآن يحتفلون. الماتيك زائد 7%، هو أعلى واحد فقط في القائمة عندي هنا، هو أكثر شيء يزداد بكثرة. زائد 7%، لا زال هناك صاروخ. الماتيك يصرخ. ترون لماذا نقول لكم أن الخسائر منعدمة؟ لأن السعر الذي حصلنا به، الذي أمسكنا به، انظر، نزل ل1.44 ثم صعد ولم ينزل أبدا. لهذا إنه يصرخ، إنه الصاروخ. انظر انظر يا حبيبي، انظر 63، انظر انظر للصاروخ، انظر انظر، ما شاء الله ما شاء الله، هناك صاروخ. انظر انظر للماتيك، انظر انظر. قلنا سعر البيع، سنرى كم كان سعر البيع. سعر البيع هو دائما، قلنا هنا سعر البيع فوق 1.7، قلت لهم سعر البيع يجب أن يكون 1.7 فما فوق. لماذا وضعت سعر البيع 1.7؟ لأن سيصلها إن شاء الله اليوم أو غدا، المهم سيرجع ل1.7، ربما اليوم غدا، لا ندري بالضبط، لكن هناك سيكون طبعا هناك ارتفاع جديد. لهذا هناك صواريخ جديدة، عندنا سنحدد سعر البيع سيل 1.7. إذا سنرى هل هناك بيع؟ لا، هناك فقط شراء. عندنا كمية 192 دولار فقط. 1.7 تصبح 200 دولار. كم اشترينا؟ 1.5، 1.7، الحمد لله. هناك 50 دولار، 20 دولار. تخيل معي، من اشترى مثلا 1000 دولار فقط، لنقول فقط 1000 دولار، ب1.5، هنا اشترى فقط 1000 دولار، الآن يريد البيع ب1.7، سيصبح 1113 دولار. جيد جدا صراحة، أكثر من 13%، أمر جيد جدا. انظر انظر، 64، لا زال هناك صاروخ. انظر للصاروخ، انظر، هات هي فخاخ البروفيسور ماليك أونيان معكم مباشرة. انظر،
لا يوجد أي عملة تقوم بالصاروخ الآن سوى العملة التي نحددها وحددناها سابقا. انظر انظر للصاروخ، انظر، أنا الآن أراقبها، انظر للصاروخ، ما أجمله، قرابة 65، انظر، هناك صاروخ كبير جدا. سننشر للشباب، سنقول لهم مبروك عليكم الصاروخ، سنذهب للفيسبوك ونرجع مرة أخرى لكي نعلمهم بالصاروخ. إذا سنرى، سنرى الآن، سنرجع مرة أخرى لنشاهد، انظر 63700، السمي عادي جدا، ينزل قليلا ثم يصعد، انظر سيكون هناك صاروخ رهيب جدا، 64. إذا سأكتفي بالبيع في 70، 70 كم سيكون؟ 204، 216، يعني لا يوجد هناك فرق كبير جدا، 0.8، إذا 0.7، لا يوجد عندك عدد كبير جدا، سنبيع النصف، 0.8، سنبيع النصف الآخر فقط هذا. إذا ستقول لي هل، انظر إلى الصاروخ، ما شاء الله ما شاء الله، سيدخل الآن في 65، انظر انظر، نحن نشاهد مباشرة نزول الصاروخ وارتفاعه، ونوثق اللحظة، نوثقها، انظر 64، سيرتفع، سيبدأ بالارتفاع، سيرتفع وسيرتفع وسيرتفع. المضحك في الأمر أن الماسك، سنرى العملات الأخرى ماذا يحصل الآن، 0.، كم سنشتري هذه؟ الآي كيو بكم نضعها في الشراء؟ الباي ليميت الآي كيو 14، 0.14، الآن هي 17، هل هناك نزول؟ هناك نزول، مش عارف السعر الوصول لـ14، نريد الشراء بالـ14. اي كيو ب 14، 514، اذا ليس مهم جدا. سنرى الايثريوم كذلك ماذا يحدث عنده، هناك اخضر، هناك ارتفاع في الايثريوم كذلك، اذا ترون هذه هي ارشاداتي للشباب كاملين، 37 كذلك، الدوج، الضوج كان هناك كذلك تحرك لا بأس به لكنه الآن يتراجع. كانت هذه هي الريكومنديشن المجانية التي أهديها للمتابعين، ويستحقون لأنها تضمن لهم عدم الخسارة أبدا. الآن ترون أننا اشترينا في 50، والآن أريكم هذا الفيديو كدليل أن لا أحد خسر. إذا سمعتم يوما أحدا قال لكم تبعت البروفيسور مالك أونين وخسرت، اعلموا أن كاذب، زنديق، ماذا نسميه ماتيك، انظر 65 دخلت، دخلت 65، انظر الآن ستكون 66، انظر للصاروخ، انظر 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 انظر، هذا نسميه الآن ارتفاع السوق أو صعود الصاروخ. انظر انظر انظر، هناك صاروخ، هناك صاروخ، هناك صاروخ جديد، هناك صاروخ، انظر صاروخ جديد، هناك صاروخ، انظر هناك صاروخ جديد، هذا هو الماتيك، وهذه هي العملة الوحيدة حاليا التي تقوم بأداء جيد جدا. لماذا؟ لأن هي العملة الوحيدة التي ركزنا عليها سابقا وقمنا بعمل الفوركين لها، أو عمل كراكين، 65، 66، 66، انظر 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 انظر، هيا هيا بنا، هيا هيا، 66،
66 66 نحن ننتظر 66 يا حبيبي يا حبيبي. دقيقة، هناك مقاومة. أظن أن السعر جيد جدا، الوقت مناسب جدا لشراء بالفيوتشرز. ما هذا؟ لا يا حبيبي، لا، سننتظرك يا عمي في 50. رافع مالي صفر. سننتظرك في 40. كونفيرم. الآن ترون أن لربما الصاروخ سينزل أو سيصعد. هناك صعود، هناك الآن مقاومة عنيفة جدا وشرسة، هناك مقاومة شرسة. هناك مقاومة شرسة جدا، وغدا هو يوم الاثنين. ما الفرق بين 64؟ والسبعين؟ هناك صراحة الفرق بين 90. كم اشترينا؟ 1.5، 180. ولكن الآن ارتفاع مجددا، 65 سنبيع 66 مثلا. هو 500 و700. المهم إخواني أخواتي الكرام، السعر الذي حددناه سابقا هو موجود مجانا لعموم الناس قبل سنرى كم يوم، قبل يوم واحد وبحث يعني أكثر من يوم. كان السعر غالي، لكننا حددنا أسعار الشراء 1.5 وأمسكت، والآن ترون أن السعر قريب جدا من 1.7 وهو سعر البيع. أو إن لم يصل اليوم ل1.7 قد يصل بعد يومين ل1.9، وهذا يعني تعودنا عليه وهو أمر عادي جدا. إذا الآن تلاحظون أن السعر بدأ ينزل تدريجيا، لهذا سنقوم ببيع كل شيء. سنقوم بالبيع بال64، 300. سنبيع القليل بهذا السعر. أنني صراحة مهتم لشراء أمر آخر، وإذا نزل أكثر سأشتري مرة أخرى عدد كبير جدا. ترون أن السعر ينزل لأقل من 64، لهذا يجب علينا بيع كل شيء. لماذا سأبيع؟ لأنني بحاجة للمال لكي أشتري عملة أخرى أكثر أهمية، وهي عملة الآي كيو وعملة الآتا. هذه نريد الأموال لهذه العملة، باقي 5 ساعات لانطلاقها ونحتاج لأموال كبيرة جدا، كثيرة جدا. المهم عندنا هو أهم شيء أن الماتيك شارف على 65، تم البيع أظن 64، تم البيع
64800، انظر قمنا ببيع كل شيء ب64200، والآن سيصبح السعر ل65. انظر هناك الصاروخ سيعود للارتفاع، انظر، لكن لا يهمنا أي سعر ينزل، أهم شيء عندنا هو التجربة كانت ناجحة وأن الشباب لم يخسروا، وهذا هو أهم شيء عندي في القصة. ترون أنني لم أكن قد اشتريت يعني كمية كبيرة جدا، فلا يهمني يعني السعر إذا ارتفع كثيرا، لأن عندي 200 دولار فقط التي اشتريتها من الماتيك. من الماتيك لماذا؟ لأن أغلب الأموال الأخرى ترون هنا مستثمرة في أمور أخرى. لهذا الماتيك أهم شيء عندي هو أن يكون الشباب والذين يتابعونني فرحانين الآن ويرون أرباحهم تزداد برقم جميل جدا، وهذا هو المهم. لكي يشتروا كذلك الدورة المجانية فهم الآن يربحون، انظر هناك ربح، انظر هناك صاروخ أخضر، لقد اشتروا في القعر ليس هنا ولكن اشتروا في قعر آخر في 1.52، أنزل من هذا القعر وهذا كله صار ربح. وعندما نشتري بالفريكوينسز الذي نعطيه لا تنزل أبدا عن تلك الأرقام أبدا أبدا أبدا. كأنني أريد النوم، عندنا الآن الساعة 3 صباحا تقريبا، انظر الساعة 2:38، ولن أقول لأي شخص بيع أو لا تبيع، هو يرى الآن أرباحه تزداد يقرر متى يبيع. إذا مثلا فرضا أننا اشترينا 1000 دولار، سنفرض مثلا اشترينا ب1.5، أن الشباب اشتروا 1.5 ألف دولار، إذن ثم باعوا تقريبا ب1.75، يعني باعوا ب1.75 ستصبح لهم 1166 دولار، بمعنى أن إذا أراد شراء مثلا الدورة سيدفع 100 دولار وستبقى له 1066 دولار، بمعنى أنه ربح بفريكونس واحد فقط للبروفيسور مالك أونين سعر دورة زائد 66 دولار فوق الدورة زائد رأس ماله بقية هو نفسه ولم يخسر أي شيء. إذا أظن أن جاء وقت النوم، والآن السعر سيصبح 66، انظر انظر سيصبح 66، لا أريد أن أبقى أصور حتى يصل للـ70، لأن الـ70 أعلم أنه سيصل لها، والـ80 والـ90 كذلك أعلم أنه سيصل لها، وهذا ليس أمر باليوم بل أعلم وقبل قبل 5 أيام تقريبا من نزول، كنت أعلم لأي رقم سينزل وكذلك أعلم لأي رقم سيصعد، فهذه أمور سهلة جدا وليست بتلك الصعوبة. أظن أن أصعب شيء عندنا الذي يمكنني أن أقول لك أنه صعب هو قرار حكومي. الآن تخيل معي أنني يمكنني كذلك معرفة قرار حكومي قبل شهر من تاريخه، انظر فتح الحدود المغربية مع بعض دول العالم حسب حساباتي غيبدة من 15/6/2021 بالكثير، يوم 21 مايو كسبت هذا المنشور تلبية لطلب أحد الأخوات. إذا يعني سنرى ماذا حدث بعد ذلك. اليوم نزل قرار بلاغ استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم، انظر لكلمة ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو، ابتداء من يوم 15 يونيو، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يوم. غيبدة ستعني ابتداء، يعني غيبدة سيبتدئ أو ابتداء، هي نفس الكلمة من 15/6 وهنا 15/6. الأمر مضحك جدا. كذلك نصيب الأهداف في قرارات الحكومات، ونصيب أهداف انتقال وانتشار فيروس قبل وقته بسنة يمكننا تحديده، يعني يوم محدد وعدد الإصابات وعدد الوفيات، هذا أمر ليس بجديد علي. شكرا لكم وشكرا للمشاهدة، كنا نضحك معهم اليوم لأن الرقم صراحة أعطيتهم كوبرا في قلب الأسد، كانت الضربة موجعة جدا لوزارة الصحة وللحكومة المغربية. انظر 67800، أنا سأبقى معكم لأن يصل للـ70 لكي
لا أترك حجة للمتابعين يقولون لك لقد فشلت مثلا الكوبرا للبيع، أو فشلت كوبرا الشراء. كوبرا الشراء رأينا أنها نجحت، الآن أنا أصور معكم حتى يصل 70، لكي لا أترك لأي رأس فرماجة مكان أو مجال للكلام. سترون الآن 70 سيصل، لا تخافوا سنصل للـ70، ولن تجد أي شخص يأتي في يوم الغد ليشكرك، وكلهم يربحون الآن، كلهم يربحون. أو يأتي شخص يكتب تعليق: لقد ربحت ليلة البارحة 300 دولار، لقد ربحت 500، لقد ربحت 60 دولار، لقد ربحت 20. لا أحد يأتي لكتابتها في تعليق للأسف الشديد، لكي لا يحفزوا أشخاص آخرين. انظر 69، أنا الآن أصور في الليل وفي الفندق وأتكلم بصوت يعني قوي جدا، هذا أصلا ممنوع حاليا، المهم ليست مشكلة. 68، الآن سنترك هذا الرقم يصعد لأن يصل للـ70 وأقطع الفيديو، لأن قد يصل للـ70 والـ80 والـ90، ثم قد يرجع مرة أخرى للـ70 والـ50، لا ندري بالضبط لأي رقم سينزل، لكنه سيصعد. لا سيصعد، 68، 40، سيصعد. إذن دعونا نحصل على بعض الأرقام. سنرى الآن بالمارجن كذلك. الآن نحن في 67 ونحاول صيد الرقم 25، تم صيد بنجاح. إذا الآن بسرعة سنأتي هنا لستوب أدجست ليفريج، لنجعله أقوى، سنجعله الليفريج قوي جدا. الآن سنبدأ رؤية الأرباح، انظر 3 دولار، 2 دولار. هناك أمور قوية جدا صراحة. انظر للفيوتشرز 102 دولار، 75. أقوى رافعة مالية وضعنا الآن. انظر الآن أرباحنا تبدأ بالازدياد هنا، 3 دولار نربح. عندما تكون متأكد من عملة أنها ستصعد فقم بسحقها. انظر هناك الأفريج ينزل، لا يريد. السعر ينزل ثم ينزل ثم ينزل. ستوب لوس سنتركه دائما في 1، 6، 7، 8. كونفيرم. إذن سنرى ونشاهد، ترون أن السعر بدأ يرجع قليلا للوراء، لكن هذا أمر عادي جدا طبيعي. 1.52 الليكويديشن، أدجست ليفريج، ستوب بوزيشن، تم البيع، تم البيع، تم البيع. هناك 4 دولار الآن. انظر واحد فاصلة ستة سبعة اثنان
سنبيع كل شيء ثم البيع، وعندنا 900 نزل 1 دولار من الحساب. نعلم أنه سينزل، لهذا قمت بالبيع، لأن قد لا يرجع السعر كما كان قبل قليل. نحن فقط في هذا المكان في الفيوتشرز، هنا أتركه 100 دولار فقط من باب تجارب، من باب التجربة أجربها دائما. انظر، سنقوم باسترجاع ذلك الدولار، 67، سنشتري. انظر، هل سيتم الشراء أم لا؟ طبعا سيتم الشراء، عندما يستقر السعر فإنه سيرتفع مجددا. هذه من الأساسيات، انظر هناك استقرار السعر ثم نزول، انظر 300، انظر 26، 23، 22، نحن ننتظر في 66، 800. تخيل معي لو كنا قد اشترينا بكوبرا في 50 في الفيوتشرز برافع مالية ب50 ضعف، يا إلهي كان سيكون سعر، ستكون فرصة العمر. فرصة العمر صراحة. إذا سنقوم بوضع 67، 00، انظر هناك 68 تبدأ، هناك 68 ستصل الآن، بعد 68 300 وصلت قبل قليل. إذا نريد أن نرى 70 كي أذهب لأنام، إنها الساعة 3 صباحا وأنا أصور لكم هذا الفيديو. انظر 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 إلى الانفجار، انظر إلى الانفجار، انظر يا إلهي، ما هذا ما هذا ما هذا، 68 400. نريد أن نرى 70 لكي أؤكد لكم أن التوقعات التي أضع لكم هي توقعات دقيقة جدا، ليست رقم 1 أو 2 أو 10 أو 1000، مليون توقع بين الكورونا والكريبتو. 68 و700، انظر ل 69، الآن كل المتابعين نائمون ومجهزون فخ البيع في 0.7، الآن هو قريب جدا من عندهم. انظر بقي لهم 0.15 فقط، فهل يا ترى سنرى الرقم أم لا؟ إذن دعونا لنشاهد الأمر. انظر 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 68، سنرى 69 الآن، انظر انظر، شاهد 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 قوة الدراسة يا عمي، شاهد. سيضحكني الأمر إذا وصل للسبعين ثم نزل، ستكون ليست دراسة دقيقة ولكن ستكون دراسة من كوكب آخر. والله العظيم إذا وصل للسبعين، تجاوز 70 بقليل ثم نزل، ستكون دراسة خطيرة جدا. لكنني قد أتوقع كذلك وصوله للثمانين، والسبعين كان هو المينيموم الذي قد نصل إليه كرقم مؤكد، ونحن نراه الآن، ننتظره كرقم مؤكد. يعني لم أذكر أرقام كثيرة جدا، لماذا؟ إذا وصل للسبعين فقم بالبيع فأنت تربح مال جيد لا بأس به، لا تنتظر ربح بأكثر من ذلك. انظر 1.7 أوفر، يعني زائد 1.7، ما فوق 1.7 بيع، يعني 1.77 هو المينيموم. انظر 1.68 700، 1.68 700، سنلغي طلب الشراء لأنني أريد أن أنام صراحة. لا يوجد أي أوردر الآن عندي.
فعلا بدأ ينزل مرة أخرى، وهذا عادي جدا، ينزل ثم يرجع مرة أخرى ليصعد. 66 900 فقط، 66. سنرى. اليوم ليس مهم جدا. ستقول لي لماذا بعت أنت قبل قليل؟ عندي كمية قليلة جدا، كمية قليلة جدا. أعلم أنه سيصل للـ70، لكنني أتربص بعملة أخرى ليتضاعف رصيدي 3 أو 4 مرات، ومحتاجين للكاش لهذه العملة. هاته العملة، انظر، بقيت 5 ساعات. هاته عملة الـ ADA أو الـ ATA، وهناك عملة الـ IQ، انظر، وعملة الـ NU، عملة الـ IQ NU الكيك، انظر الـ NU، انظر إنها تنزل. هناك كوبرا للـ NU لكنها صعدت قليلا. كم أريد شراء الـ NU؟ الانيو اريد شراءها بسعر رخيص جدا. الانيو اريد شراءها ب0.3 و0.31 و0.32. كم سعرها الان؟ 36. 36. كم ترتفع قيمتها؟ قد ترتفع قيمتها لهذا الرقم، ل 36، 37. قد ترتفع من 31 ل 37، وقد تصل ل 38. انظر في اليوم، يعني هناك كانت في 0.45، يعني هناك فرصة وعملة مهمة جدا. وهناك عملة الاي كيو، دعونا نرى عملة الاي كيو، إنها هنا. ترون عملة الاي كيو كم نريد شراءها؟ باي الاي كيو أريد شراءها بال34 وال35. كم الآن سعرها؟ ب14 و14. الاي كيو أريد شراءها ب14 صفر صفر، الآن سعرها 17. ننتظرها لتنزل لـ14، ونزلت قبل قليل لـ15، لكنني أريدها بالـ14. لماذا؟ لأن بالنسبة لي رقم 14 مهم جدا. هذا هو 15، سنرى هذا كم. 15، 17، 17، هذا كم؟ هذا 15، 13، هذا هو رقم 14. يعني نريد أن نأخذها بهذا السعر، وهو سعر ليس عالي جدا، ليس عالي جدا صراحة، ولن أخسر فيها إذا اشتريتها. وسأقوم بعمل هول لأنني لم أعد مستعجلا على البيع والشراء. 2 4 5. إذا نرجع مرة أخرى لنشاهد ماذا يحدث في الماتيك. الماتيك 98 169. سنرى ماذا يحدث يا أيها الماتيك العجيب. انظر، الماتيك وصل إلى 68 800. إذا ننتظر في هذا الفيديو لنرى دراسة البروفيسور مالك أونيان والفريكوينسز التي يعطيها. هل هناك منافس عالمي قوي للبروفيسور مالك أونيان أم لا؟ إذا هذه ليست المرة الأولى، هناك بتويتر ستجد عندي العديد من الفريكوينسز، كلها تنجح الحمد لله. الآن المتابعين جدا فرحين، سنسألهم الآن. تليجرام، انظر، هناك الناس الساعة 3 صباحا، مع ذلك إنهم مستيقظون يراقبون الماتيك الآن. إذن دعونا نرى 9 70 لكي أنام، أريد أن أنام، لقد تعبت كثيرا. عندما تسجل هنا 1.7 سأغلق الفيديو وأنام، لأن هذا هو المهم في القصة، هو أن يكون الرقم وصل لـ1.7. تعلمون أن هذا تداول، والرقم عندما يصعد يصعد بطريقة يعني ثقيلة جدا، سيصبح أحمر ثم أخضر ثم أحمر ثم، ولكن المسار سيرتفع. إذا نحن ننتظر، لا يوجد لدينا شيء آخر سوى ننتظر. وأريد النوم لأنني أنظر أهم شيء عندي في القصة. هناك لا تزال 4 ساعات لشراء هذه العملة.
الآن يجب علي النوم 5 ساعات لأستيقظ بالوقت المناسب لكي نقوم بالشراء في الوقت المناسب. انظر هناك العداد ينزل، هاته فيها فرصة العمر، كذلك فرصة جيدة جدا. ترى قبل مدة ليست بالبعيدة كان رأس مالي كم نزل؟ عند 2590 دولار، الحمد لله. 85، لا أدري أي عملة تتحرك. 85، 86، هل هي الإيثريوم؟ أنا لا أشتري أي شيء أظن في الكروس فارغ، وفي السبوت البي يو اس دي 2 دولار، التيتا عندي 2 دولار. يا سبحان الله، لا أدري كيف أصبحت عندي 2 دولار، لكن لا أدري من اشتراها. هناك ممكن من أحد المتابعين اشتراها لي، سنرى ماذا يحدث مع التيتا. التيتا كذلك ترتفع، انظر هذه التيتا، لا أدري عنها شيء. Oh my god، انظر لهذه العملة التيتا البي يو اس دي، كل شيء أخضر. انظر انظر انظر، إنها تفجر الهاي واللو. لا أدري كيف جاءتني التيتا هنا، لم أشتريها يوما. هناك عملات تنزل علي من السماء، التيتا البي يو اس دي، ما لا أدري من أين أتتني، لكنني لم أشتريها. إذن الاي كيو قريب جدا، نريد نزوله بأكثر، لأننا أهم شيء عندنا هو الإمساك بالاي كيو. الاي كيو صرنا قريبين جدا منه، سنرى بكم نريده، ب 14500. الاي كيو ينزل ينزل ثم ينزل، إذن ليس مهم جدا. سنبقى مع العم الماتيك 67. العمون الماتيك، عمون الماتيك هو لازال أخضر، 68 800. نريد أن يصل إلى 70، أريد أن أنام، لقد تعبت يا ربي الحبيب. المهم سأقوم بعمل بوز للفيديو وأرتاح قليلا، أنام وأقوم بعمل منبه هنا لكي يقول لنا أنه مثلا، انظر برايس دروب تو برايس رو، اولويز. إذن وسأنام قليلا إن لم يتوقف التصوير. انظر هناك أخضر آخر في الطريق، لون أخضر مشع أحمر، انظر إليه ما أجمله، انظر إليه ما أجمله. هناك جنون البقر الآن في الماتيك. تخيل معي الآن لو أمسكنا بكوبرا في الفيوتشرز، انظر كوبرا في الفيوتشرز برافع عملية 50، طق 0.5، طق باي، وتدفع تقريبا شيء 3000 دولار وتربح. يا إلهي، 50 مرة ضعف، أمر جميل جدا. فما بالك لو كانت في الإيتريوم وقمنا بوضع الرافعة المالية قيمة 100 مرة، كونفيرم باق الإيتريوم، سنقوم بفعلها له في يوم ما. أنظر الإيتريوم يرتفع، السوق الآن ينتعش لأن يوم الاثنين، وهذا هو أهم ما في الفيلم، هو الانتعاش السوقي. الآن الحمد لله هناك انتعاش. ستقول لي ما هو الأحسن، نحن نريد السوق أن ينزل لكي نشتري وكي يصعد لكي نبيع، هذا هو قانوننا نحن، فهمتم القصة؟ سنرى كيف هو أداء الإيتريوم،
لا يوجد نزول كبير جدا صراحة، لا يوجد نزول كبير، قد يصل إلى 28,000، 2,800 دولار فقط. لكن ما يهمنا هو الماتيك. أين هو الماستيك؟ 67,800. المهم لحدود الساعة باقي الرقم 68,800. سأقوم بعمل بوز للفيديو وأنام قليلا لأن وصلنا لأربعين دقيقة، وهذه الفيديوهات من المفروض أن نشاهدها لساعة أو أكثر. وأقول لكم هذه الفريكونسات في الدورة البريميوم، سأعلمكم كيف نمسكها في الفيوتشرز، وتمسك فريكونس واحد في الفيوتشرز وطلعة واحدة مع رأس مال جيد وتصبح مليونير في يوم واحد فقط. يا سلام يا سلام، يمكنك شراء برطمة في يوم واحد لأبيرة في عملية قيمتها 100 مثلا، أو 70 أو 80. هناك كثير. إذا فصل التصوير فأنا أعتذر. لم يبقى كثيرا، 1.11 فقط، يعني قول وصلنا للسبعين، يعني لا لسنا بحاجة لتصوير 1.0. فالرقم صعد من 1.47 إلى 1.90، 70 رقم كبير جدا، ليس بالصغير. سأرتاح قليلا وأعيد للتصوير. إذا لم ينقطع تصبحون على خير.